السلام عليكم يا حكيم الكلمات. اهلا وسهلا يا المتكلم، كيف حالك؟ بخير. ما بك؟ لماذا انت مهموم؟ اريد ان اتصل بالاسم والفعل. وما المشكلة في ذلك؟ الكل يتصل بهما. المشكلة اني حرف ضعيف واحتاج قبلي الى حركة كسرة. لا بأس، لنذهب ونقابلهما لنزور الاسم اولا. هيا بنا. وهكذا ذهب حكيم الكلمات بصحبة ياء المتكلم إلى الاسم. السلام عليك أيها الاسم الجميل. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أيها الاسم الجميل؟ بحالنا الحمد لله. ماذا تفعلان في ديارنا؟ أخبرني ياء المتكلم يريد أن يتصل بك. أهلا وسهلا به. ولكن هناك مشكلة. وما هي؟ إني حرف ضعيف وأحتاج قبلي إلى كسرة. يعني؟ سأغير حركة آخرك إلى كسرة. لا بس. فأنا معرب دائما تتغير الحركة عندي. في بداية الجملة مبتدا مرفوع، وبعد فعل الفاعل مفعول به منصوب، وبعد حرف جر اسم مجرور. لا بس. أهلا وسهلا بي. شكرا لك يا أيها الاسم الجميل. كتاب تصبح كتابي. بارك الله بك أيها الاسم. أهلا وسهلا بكما في كل وقت. لنذهب أيها الحرف إلى الفعل. هيا بنا. وهكذا ترك حكيم الكلمات وياء المتكلم الاسم وهما مسروران، لأن الاسم قد قبل أن تتغير حركة آخره إلى كسرة عند اتصال ياء المتكلم به. عليكم أيها الفعلي. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بكما. ماذا تريداني؟ يا المتكلم يريد أن يتصل بك. كل طمع لتتصل، ما المشكل؟ إني حرف ضعيف وأحتاج قبلي إلى كسرة. ماذا تقصد؟ أريد أن تتغير حركة آخرك معي إلى كسرة. ماذا؟ هل أنت مجنون؟ أنا فعل مبني، كيف أغير حركتي؟ اهتف قليلا أيها الفعلي، اهتف. ألم تسمعه؟ ماذا يقول؟ يريد أن يغير حركة بناء إلى كسرة. ألا تستطيع ذلك؟ طبعا لا، السبب عيدا. هيا. وهكذا طرد الفعل ياء المتكلم وحكيم الكلمات من عنده. ماذا سنفعل الآن؟ لا أعلم، كنت متأكدا من ذلك. انظر من هذا؟ لا أعرف، لنذهب ونرى. السلام عليك أيها الحرف. أهلا بكما. ماذا تفعل؟ لا شيئا، أكل وأشرب وألعب فقط، لا يوجد لدي عمل. وإذا وجدنا لك عملا هل ستعمل؟ طبعا بكل سرور. أنا يا متكلم أريد أن أتصل بالفعل. الفعل يرفض ذلك لأنني سأغير حركة آخري. وما عملي هنا؟ أريد منك أن تقف بين الياء والفعل لتساعد الياء في عملها وتحمل كسرتها وتحمي الفعل من تغير حركتي. وهل سيرضى الفعل؟ سنسأله. هيا بنا. وهكذا عاد حكيم الكلمات مع ياء المتكلم ونون الوقاية إلى الفعل. مرحبا أيها الفعل. أراكما جئتما مرة أخرى ومعكما حرف جديد. نعم وجدنا حلا. ما هو؟ يقف نون الوقاية بينك وبين الياء ليحميك من كسرته ويعمل الياء عمله. فكرة جيدة، تعال نجرب. والآن سأقف بين الفعل وياء المتكلم. سمع تصبح سمعني. قد حلت المشكلة. لا بس. أهلا بكما. شكرا لك أيها النون، شكرا لك أيها الفيل، شكرا لك أيها الحكيم، شكرا لكم جميعا. بالتعاون نحل كل المشكلات.
وهكذا حلت نون الوقاية المشكلة عندما جاءت بعد الفعل وقبل ياء المتكلم، فحملت الكسرة وبقي الفعل على حركة بنائه.